أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن الإمام أحمد رحمه الله من الصوفية الزهاد؟ حيث إنني منتسب في الجامعة، وقد حصلت على مذكرة لأحد الأساتذة ومدون فيها هذا في باب الصوفية. هذا كلام باطل. الإمام أحمد ليس من الصوفية، بل هو من العلماء الربانيين وليس من الصوفية. نعم.